فكاثي ايش شو عامله اليوم؟ فضايح على الهواء والله اليوم. أيوة. انا المفروض لازم اروح اجيكم ترى رح نسال قال رح نسال المفروض اسمع انا امبارح صراحه ما طبخت للامانه. أيوة. يعني جبنا من برا فلانه اليوم ايضا بدي اروح اجيب اغراض للبيت وهيك. أيوة. فشكله يعني اللي بالفريزر بده ينحط بالمقلوي. أيوة. بس الموجود اللي موجود بده يتاكل في اوبن بوفيه. ايوه بتشوف شو بالثلاجه وسله شوفي بيطلع طبخات جديده فيها. اه طبعا يعني على فكره انا من الاشخاص اللي كثير بستعمل بقايا الاكل. يعني ما بكب مثلا اذا كان في مثلا دجاج اذا كان في لحمه ان كان في رز بستعمله بحاول اني ما اكب تحديدا. ممتاز. تعمل منه سندويشات تعمل منه اشياء تانية والرز اعمله حطه عليه مكعب مرق وخليه شوي يغلي وفردوه مع لبن وشويه وشويه طحينيه وسنتومه. يا سلام والله الدجاج يحط والله انا بحييك كاثي اشكرك. فعلا كثير مهم ان احنا جد ما نكب اكل بحاول ما ونعمل كميات على قدنا. يعني احنا مثلا عدد الاشخاص هالقد نعمل عليها بالضبط. ومشاهدينا بهذا الموضوع خلينا نساعد ربات البيوت المحتارين اليوم شو يطبخوا وروح بفقرتنا فقره المطبخ لليوم خلينا نشوف الشيف غاده الحاج. صحيح غاده الحاج خلينا نشوف شو حضرت لنا طبخه لليوم ما هيك سريعه ولطيفه ولذيذه خلينا نشوف. خلص ماشي خلص ما نطلع بالفقره اسامه خلينا شوي طب خلاص انا عملي انا عزميتكم يا جماعه مخرجنا حقك عليه مش نطلع بالفقره عزمينا قال عزمينا عشان عزميتكم ابشروا باللي بتيجوا فيه زي ما بقولوا اللي بدك اياه طبخينا والله قدها انت كافي خلص قدها وقدود خلص مخرجنا خلص نطلع بالفقره نشوف الشيف غاده الحاج يلا خلص هيك تمام يلا